أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن بعض الناس وتساهلهم في الوصية، متى تكتب الوصية وما هي شروطها وأين تحرر؟ الوصية بالحقوق واجبة، لا يتركها الإنسان إذا كان عنده أمانات أو ودائع للناس أو له حقوق عند الناس غير مكتوبة أو عليه ديون للناس أو له ديون غير موثقة عند الناس، فإنه يوصي بها ويثبتها لأجل أن لا تضيع. أما الوصية بالتبرع بشيء من ماله بعد موته فهي مستحبة وليست واجبة. واليوم الوصايا توثق بالمحاكم، فالذي يريد أن يوصي يذهب إلى كاتب العدل أو إلى القاضي ويكتب وصيته عنده. نعم.